عاوزك تطوق لي الجماليه كلها. عمرك يا فندم. يا اهلا احمد باشا الديب بذات نفسه. وانا اقول الحته منوره كده ليش؟ حضرتك الراحه. طيب اما بالراحه ينفع كده؟ كيف يا باشا؟ ايه يا باشا؟ في حد هنا في الحته مزعلك ولا حاجه؟ ما حدش يقدر يزعلك. برضه بقول كده. مين ده اللي رايح؟ ده اللي مين يا باشا؟ على بعض بقى ولا ايه؟ ده انا اللي اسال سيادتك السؤال. ماشي يا وحش. ايش لي شقه شقه في الجماليه لحد ما تلاقيها. عمرك يا فندم. عايز؟ نفسي. نورينا بشوات. شو اللي بدك شاشة؟ يلا. أسرع. آخر مرة شفت فيها عزت كان امتى؟ عزت؟ عزت مين يا باشا؟ ما تكونش ستك تقصد الأستاذ عزت العلالي بتاع السينما؟ هو بقى له فترة مختفي فعلا. إيه الخفة دي يا رحيم؟ أنا بتكلم عن عزت اللي كان بيشتغل مع أمينة. أمينة. الله يرحمها بقى. أمينة كان معرفها كتير. إن هي كانت فعلا تعرف واحد بس أنا معرفش. بلاش أي أثر يا فندم. لا يا اخي، اول ما شفتك قلت اكيد مش هيلوى. بس معلش، الرجاله عملت شغلها برضه. احمد باشا، انت عارف كويس ان داليا بريئه. انت عارف كويس قوي ان انا مش عايز داليا. انا وانت فاهمين بعض كويس، وانت عارف انا عايز ايه. مشكلتك احمد باشا مش قادر تنسى اللي حصل في 2011. انسى؟ انا شغلتي ان رحيم بتاع 2011 ما يرجعش تاني. يبقى سيادتك كده غاوي تعب يا باشا. ما انا جيت لك من الاول، جيت لك دغري وقلت احط ايدي في ايدك. بس انت بقى مصمم تنفذ اللي في دماغك. تهديد ده ولا ايه؟ معاش ولا كان اللي يهدد الحكومه. قول للقوات تتحرك. لا تتحرك ايه يا باشا؟ طب والشاي؟ ولا واحد شاي سك عليه سكر زياده بسرعه. طلع خالد فيه ايه؟ تمام يا فندم. الشاي ده بقى هجيبك عندنا تشربه. ماشي يا وحش؟ يلا. نورتونا يا باشوات. ايه الاخبار يا باشا؟ جهاش؟ شكرا يا باشا، شكرا يا محمد. سلام.
ايوه اتفقنا عليها الكذا. أنا شفت رجليهم خلاص، قلت البوليس هيمسكني، دي أكتر مرة أخد فيها فايت. داليا أنت كلمتي حد تاني في التليفون غير مامتك؟ كلمتي حد في تليفون؟ أيوه أنا كلمت عماد. ليه يا دليل؟ لأنه قال لي لو رحت له هيخلصني من المشكلة اللي أنا فيها. عماد لو يقدر يساعدك ما عملش كده، ليه وانتي في السجن؟ تليفون فين دلوقتي؟ فوق في البيت. كويس. ولو سمحت ما تعمليش حاجة تانية غير لما تقولي لي. أديك شفت اللي حصل. مش عايزة أدخل السجن تاني. مفيش. طول ما أنت معايا البوليس مش هيقدر يوصلك. عارفة ليه؟